إذن اليوم من مدينة حتكورش كان انطلاقة ديال هذا المشروع اللي سميناه ريادة نسائية، وهذا المشروع اللي انطلق اليوم من مدينة حتكورش إقليم سيدي قاسم انطلاق ديال الدورات التكوينية بشكل رسمي، وابتداء من الأسبوع الجاي إن شاء الله غنبداو الدورات التكوينية ديال هاد المستشارات الجامعية. هاد المشروع اللي يساهم بواحد الشكل فعال في تمثيلية المرأة وخصوصا المرأة القروية في الجماعات المحلية، واللي يعطي واحد قيمة مضافة كذلك حتى الجماعات المحلية على مستوى إقليم سيدي قاسم. هاد المرأة القروية أو المرأة المنتخبة اللي كتسير الشأن المحلي بغينا نشوفوها في واحد القيمة مضافة، وتعطي واحد قيمة مضافة كذلك للجامعة ديالها والإقليم ديالها. هذا المشروع كيستهدف تقريبا 30 مرأة بإقليم سيدي قاسم. هاد 30 مرأة اللي تحاول تستافد من عدة تكاوين وعدة دورات تكوينية، يعرفوا كذلك كيفاش الأمور كتمشي في الجامعات الترابية أو المجالس الإقليمية أو مجالس الزيها، وحتى على مستوى البرنامج وعلى مستوى مجلس المستشارين يعرفوا القوانين المنظمة للجامعات المحلية والمجالس الإقليمية كذلك والجهوية. كنلقاو مستشارات جامعيات ما عارفين والو، ها هي مستشارة جامعية طيلة الخمس سنوات المدة اللي كتقضيها كيف دخلت كيف خرجت ما فاهمه والو، كتدخل باش تصوت باش تهز يديها أو تهبط يديها، ولكن القوانين المنظمة ديال الجامعات والقوانين ديال المستشار خصها تعرف بعدا هي شكون. انا كمستشارة جامعية خصنا نعرف الدور ديالي في الجامعة المحلية شنو هو، الدور ديالي كذلك في الميزانية خصني نعرفه، الدور ديالي كذلك في التسيير خصني نعرفه. اذا هذا هو الهدف من هاد الدورات التكوينية. نعم، بالنسبه لهذا اللقاء اللي حضرنا ليه اليوم هو لقاء اللي كيهم المنتخبات الجماعيات بالجامعات القرويه هنا موجود بحد كورت في اطار الشراكه اللي وقعتها وزاره الداخليه مع عماله سيدي قاسم في اطار دعم التمثيليه النسائيه. هذا اللقاء هذا اللي جاء في اطار تخصيص واحد الايام تكوينيه للمستشارات الجامعيات حتى تصبح من التكوين الى التمكين. بغينا مستشاره جامعيه انها تكون متمكنه، والتمثيليه ديال النساء ما بغيناش تكون كتمثيليه فقط لتاتيت المشهد السياسي فقط بالجامعات المحليه او احترام ذاك العدد او الكوطة النسائيه، بغينا تكون مراه فاعله سياسيه مشاركه في تدبير قوه اقتراحيه عندها وجود فعلي داخل المؤسسات المنتخبه سواء كانت جماعيه او برلمانيه الى غير ذلك. هذا هو الهدف من هذا التكوين. هذا حاولنا اثرنا هذا اللقاء هذا ببعض المداخلات اللي اثرنا فيها الاهداف ديال هذا اللقاء، اعطينا واحد النبذه عن المشاركه السياسيه ديال المراه المغربيه تقريبا انا من 1962 في الدستور 1962 اللي كانت اول مشاركه للمراه، ثلاثة مجموعة من التدخلات سواء على مستوى سن القوانين سواء على مستوى بعض المبادرات دستور 2011 مدونات الانتخابات الكوطة النسائية اللي كترتفع في 2009 شحال كانت في 2015 ارتفعت في المحطة الأخيرة 2021 كذلك ارتفعت بزاف، وحنا كنطمحوا أكثر أنها تكون تمثيلية نسائية مرتفعة أكثر ولما لا تكون متساوية ومناصفة مع الرجل، وتكون المرأة عندها المبادرة ما تكونش ديك المرأة اللي دائما هي لاصقة بالرجل، ترشح الرجل كترشح معاه بحال الدوائر الكبرى كاين في الجامعات المحلية، الدائرة الكبرى الرجل هو اللي كيختار المرأة شكون اللي غتكون معاه في اللائحة، يعني دون إرادتها ودون اعتبار يعني الكفاءات النسائية. وهذا لاحظناه في 2021 صيغته خصوصا على المستوى اللوائح الانتخابية للجامعات اللي كتعتمد نظام الاقتراع ديال اللائحة، كيتم يعني كيجيبوا نساء انت ما كتعرفهمش كيديروها في اللائحه كترشح معاك، ولكن الفاعلات الحقيقيات اللي يعني محليا اللي كيتواجدوا في الجامعات المحليه غير معنيات موجودينش وما كاينش نهائيا. حنا بغينا من خلال هذه اللقاءات هذه من خلال هذه المبادره هذه ان الفاعلات او المستشارات الجامعيه وحتى اللي عندها رغبه انها ترشح مستقبلا ان شاء الله وحتى اللي فشلت انها في انتخابات 2020 تكون متمكنه سياسيا وتشارك بجد
وتشارك بالإرادة ديالها وبداك الشيء اللي كتملك بالقدرات، وربما تكون مفاجأة. وهنا كنبغي نشير هذا مطمح، هذا هدف مبتغى بغيناه، نشوف شي امرأة من العالم القروي تحيا وصلت من خلال هذه التكوينات وصلت لمراكز قرار وشرفت المرأة القروية. على ما أعتقد أن كثير من هذه المحاور ديال الدورات التكوينيه لفائده المنتخبات في اطار سواء هذا المشروع دعم ديال صندوق تمثيليه النساء او في اطار مشاريع اخرى سيشكل البادره وسيشكل اهميه اساسيه للارتقاء بالعمل السياسي للمنتخبات من داخل المؤسسات السياسيه المنتخبه، وسيعزز من دور المرأة داخل العمل السياسي، وسيمكن كذلك من تعزيز المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص في تقلد المناصب الوظيفية والانتدابية وغير ذلك. المشاركة ديالي في الإعلان انطلاق المشروع كانت عبارة على مداخلة اللي تطرقت فيها مجموعة من النقاط اللي كتهم تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة، وأهمها هو الإطار القانوني والتشريعي لدعم تمثيلية النساء اللي كيتمثل في مجموعة من القوانين وعلى رأسها الدستور 2011 اللي كيتعتبر منعطف هام في تاريخ وسيرورة تكريس المشاركة النسائية في مجال السياسة. كذلك حاولت أنني نعرج على الواقع حال المشاركة السياسية للنساء داخل المجالس المنتخبة والإكراهات والمعيقات اللي كتلاقيها النساء كمنتخبات وكممثلات داخل الشأن المحلي. وكذلك تطرقت لمجموعة من الحلول أو مجموعة من المقترحات اللي يجب العمل عليها واللي من خلالها ممكن نرفع من جودة أداء المرأة داخل المجالس المنتخبة، واللي كان نطمحوا من خلالها أنها تكون مشاركة فعلية كتعكس مقاربة النوع الحقيقية داخل هذه المجالس المنتخبة وليس فقط رقم وكوطة يؤتي مشهد معين. اليوم جينا لحد كورت بدعوة من الأخ قاسم بن عائشة، جمعية الغرب للمعاقين بحد كورت. جينا باش نحضروا واحد اللقاء ديال دور المرأة في الحياة السياسية. المرأة واحد العضو اللي هو فعال وحيوي في المجتمع، ودابا سلطنا الضوء على الحياة السياسية. المرأة ما كنعرفوا أنها جميع المجالات ولات في البرلمان، في الصحة، في التعليم، ولكن في المجال السياسي بقى واحد شوية ديال التحفظ. المرأة ما خدتش حقها، مازال كتعاني في ظل الإكراهات ديال المجتمع الذكوري، لا في الانتخابات لا في المسؤوليات لا في الرئاسة. كنشوفوا أن المرأة كتاخد غالبا لا كتاخد مستشارة، ما كتاخدش نائبة الرئيس أو لا قليل مع بعض الاستثناء. أصلا هنا درنا هاد الدورة التكوينية اللي كنشكر عليها الأخ قاسم بن عائشة بزاف، باش نحيو المرأة وأنها تعرف أنها عندها واحد الرهان، عندها واحد الرهان باش توصل الصوت ديالها وتكون جنب الى جنب. حنا ما كنقولوش ان المراه تكون احسن من الرجل، ولكن على الاقل تكون جنب الى جنب وكتساوي في الحقوق والواجبات، وفي سياسيا ما يكونش داك الخلفيه على ان المراه واحد الكائن اللي هو ضعيف، واحد المراه الكائن عاطفي. وكنتمنوا ان شاء الله هذه النظره المجتمعيه الدنيويه للمراه تبدل ونزيدوا بهذا الشيء القدام وتاخذ حقوقها كامله في الواقع ماشي على الورق.